السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. المهم انا كنت دايزه من هنا حدا لوطور الطريق الجديده وبان لي هذا السيد مول الجمال، سبق لي بارطاجيته معكم. جلست خديت من عنده كاس ديال الحليب ديال الجمال، واخا هو كيبغي تشرب على الريق، وكاين اللي كيشرب حتى البوله ديالو بيبي ديالو، كتحيد بزاف الامراض كيقولوا الله اعلم كتعالج السحر والرسول عليه الصلاه والسلام، قولوا كامل عليه الصلاه والسلام. قال لكم هضر على البعير ياك الحليب ديالو فيه العلاج. المهم علينا، قبل ما نبدا الفيديو بغيت التعازي الحاره، نتمنى العائلات ديال دوك جوج دراري اللي ماتوا في الحدود يقبلوا التعازي الحاره ديالي والتعازي كامله. حنا المغاربه نعزيهم، انا ما عارفه شنو وقع، وداك المساله كتبقى في ايد يعني انا ماشي مرأة سياسة باش غنهضر في هذا الشيء، فانا بغيت غير نقول الحكومة والقانون لا يعلى عليه. هادشي اللي نقدر نقول، انا بغيت بقاو فيا دوك وليدات بلادي بحكم انا مغربية وكلنا مغاربة، راه ضرينا وهزاتني النفس وبقى فيا الحال بحرقة، يعني نقدر نديرهم خوتي ولادي شي حد من العائلة ديالي، فتع راه ماشي ما ساهلاش. كنعزيهم كاملين العائلة ديال الضحايا اللي ماتوا، ان شاء الله يتقبلوا عند الله سبحانه وتعالى شهداء. فالله سبحانه وتعالى تيقول اللي مشى هو شهيد، راه ما ماتش عند الله سبحانه وتعالى. بغيت نقول لكم البنات واحد الحاجه، قلتوا لي ساره دخلي سقراطك وبعدي من المشاكل، انا غنبعد من المشاكل وندخل سقراطي وسا ديك السيده تموت. وغير قولوا لي السيده حامله عندها 7 شهور في كرشها، والمراه شداتها البارح قتلاتها، عيطت لها قالت لي راه دقدقاتني، عندها ساكنه غير في بيت. شفتوا الحاله ديال انا غندخل سوق راسي غنبعد ما غنجيبهاش لداري، ولكن واش كاين شي مساعده ليها؟ كنتمنى الناس خوتي خواتاتي الله يرحم لكم الوالدين، الا ماشي واحد فيكم كيعرف شي جمعيه تعاونها يا في الماكله يا حتى تولد يا شي حاجه، راه السيده مهلوكه وعالم بها غير الله سبحانه وتعالى. اقسم بالله انا بقات فيا، من انا كيبقى فيا الواحد، انا ما كنبقى في حتى واحد وكيبقى فيا الواحد. عرفتي مولات الدار اللي كنتي كتشوفي فيها، اقسم بالله العلي العظيم قسما بالله يكون جيتي فيا انا ضريفه ياك، انا تقدر كيصدر مني ردات الفعل ماشي الفعل، تقدر نتيا يصدر منك الفعل وانا ردات الفعل. عرفتي شنو ردات الفعل؟ هي دقه بدقه، يعني كون كنت انا في بلاصه والله داك الولد تيتولد بلا وقت، والله يا اختي تيتولد بلا وقت، حيت ديك التكرفيس اللي دايره ديك المراه، يا كون كنت انا نجبت لك عينيك اقسم بالله تنجبت لك عيني، لانك باش تشدي ليها البطاطا ديالها وتعفطي عليها وتشدي الكيسان وترسم لها وتشدي لها اتاي وتخوي ليها على حوايجها وعلى فراشها ياك، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، يعني داكشي واخا على قد الحال كتقول لها هي المسخه هي المعفنه هي هذا، فالله سبحانه وتعالى ما كيبغيش هادشي. لو كنت انا غديري ليا هكا ما غنتفكش، والله ما نتفك، لان الظلم ما كيبغي حتى شي واحد، الظلم باش تشدي ليك السيده وتكرفصيها وتسدي عليها تبات في الزنقه راه حشومه. البارحه البنات السيده بيتها في الزنقه، هضرات معايا تواصلات معايا بيتها في الزنقه، راه هادشي ما يبغي لا الله لا عبد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. كنطلب منكم البنات بارطاجيو شي واحد يوقف معاها، راه الفيديو ديال البارحه صافي راه حطمتني السيده، الله يرحم لكم الوالدين. الا شي واحد يبارطاجي شي يوصل لهادشي المسؤولين يوقفوا معاها، راه السيده راه حامله ورا الله مصلي على الحامله، راه يكفي ان غير ملي كتولد ربي سبحانه وتعالى كيمسح لينا الذنوب ديالنا جميعا، علاش كيسمح لينا في اي حاجه حيت تعذبات. فالله يرحم لكم الوالدين، شوفوا من حال هذيك السيده شي واحد يعاونها في الماكله في اللباس، راه شفتوا حويجاتها مقطعين ما عندهاش فين تنعس، الله يديم خلا وصافي. حليب بعير
كنشوف كل ما بدات كتظلام كيفاش غندير الحليب ونشرب الماء السعديه. ديت اختي للغابه قبيله نوريكم الفيديو. مشينا للغابه صراحه هذا عيات، واخا هكاك عيات خلعاني حيت ولات فيها واحد الجد واحد الحراره. لا ليله يلاه ملي شافها الناس اللي شافوها وتلاقاو معها تما قالوا لي ساره الله يحفظ تكون في هذه الحراره ديال هذا. ما بغيتش نقول الله يطول في عمرها، هادشي اللي نقدر نقول لكم والله يدير لي فيها الخير. اجي ندير لكم دويره حداها. انتوما البنات كتشمو جايين من طريق ديال جديده لوطورو ديال جديده. كيعاد الكحل كيعاد يعضني من راس. انتوما البنات هادي حامله الله يفك وحيلها على خير يا ربي وتنوض وتوقف بالسلامه. هادي البنات قبيح كيعض هذا. بغيت نعرف هنايا كيكويوهم شفتو كيعلموهم ولا ما نعرف شنو كيعض هذا كيعض هذا جاي عندي شو كيعض. ما كيعضش ساكنين هنا. كندير تيك توك واليوتيوب وكلشي. فاش يوتيوب قرب 300 علاش ما مفروحاش؟ انا مسطح. نعم مسطح. انت مسطح حفه زين متشكر من خالتك. سيري شبعاتي ارهاب واشي سيري سيري يا صاحبتي سيري. ماشي ماشي تربو لا راهي حياتي جايه راه ديما هنايا. وراه حتى انا ديما هنايا الصحاب ديالي ديالي. دخلوا عندي الانستغرام ويوتيوب وتيك توك و اوسي حيوتا بوان 5 3 بوان حيوتا بوان 5 حيوتا. يلا اجي حدا صاحبتك وقولها لي حدا زين. زينب غزاله البنات هاد زينب سطاتني وحياه هاد زين لا حياه غزاله. هادي فرونسي انا لونغلي انستا تيك توك يوتيوب عندنا اسمي فرونسي لونغلي حيوتا بوان 5 3 اوف لوست 3 اوف لوست جاست زينب زيرو. شحال في عمرك زينب؟ انا 13. تبارك الله. وانت 14 في زيده 2000 2015 ما شاء الله. وانت يا زينب 2011 2011 فاش كتقرا؟ هاد العام عندي السيدة. شنو باغا ديري في حياتك؟ مهندسة معلومات. تبارك الله. سمعوا البنات سمعوا شنو باغا ديري؟ مهندسة معلوميات. البنات كلشي هجم على الانستغرام باش نشوفوها وان شاء الله من هنا لشحال من عام من هنا لثمان سنين نشوفك واش غادا ان شاء الله لالا باينة حياة. حياة وانت شنو غادا ديري؟ ما عرفتش والله. دكتور طب شنو؟ كاع ما عارفة عارفه تلت مواليد. هادي ادم هادي اش غديري؟ لا ميدسين. البنات زينب فكرتني في حال في ادم فكرتني في ادم طموحه. زينب فين زينب؟ ها زينب تلفوني البنات. حيت حيت فكرتني في حتمان تعاوينات تعطيني بوس اجي. البنات دخلوا عند البنات عافاكم انا كنطلبكم. شنو تقولي لي ما زينب؟ لايك كومونتير شير الله يعاون. شنو؟ شنو تقولي لي؟ لايك كومونتير شير واجي تاخذوا حليب الجمله ديالي. قالت لكم لايك كومونتير شير الله يعاون. كتغني؟ انا؟ اه مونغري اه. يلا غني لي. لا يلا شوف دوري وجهك دوري وجهك عند الجمله. دوري وجهك عند الجملة. هاتي فويت زين دخل فك
من غير الغناء ما عندي موهبه. قولي موهبه اللي عندك. كاراتي. يلا ورينا كاراتي. نوريك لاصه نوريك كنتني ممكن باش ندير ما كتطبقيش. لا كنطبقو مي قدام الناس. لا كيف لاصه اجي تشارجي فيها مرحبا. كوني بنتي. ها كوني بنتي. لا عندي موالدي. عافاك. لا عندي والديه. عندك والديه؟ اه عندي والديه كنبغيهم بصح. ثاني زيدي لي ماماك الثانيه. ماما الثانيه. لا يمكن ماما وحده. عندك ماما خالتي طاطا. نكون طاطاك. خليني نكون ماما. زينب. لا عندي ماما. عندي ماما. نكون صاحبتي. فين صاحبتك؟ واه واسمك شنو شحال ديال الناس. اوف الله. زينب انا مشيت. حياتي مشيتي. سلامة. وين جيتي هذاك؟ هادي بيست فريند. يلا. هادي كتعاد كتعاد كل شيء الا انا. صح. علاش؟ حيت انا دخلت القلب ودخلت القلب. علاش انت ما كتعضكش؟ شوفي هنا انا ظريفه معاه. وحيت شنو قلتي ليا؟ حيت دخلت القلبها ودخلت قلبي. ما شاء الله عليك. حيت انا دخلتي قلبي سكنتي والله البنات. هاد البنت دخلت لي لقلبي والله ما كرهتش نخطف. الله يخليك ماما وبابا. تخطفيني ندخل فيك شي دقه. عزربي مكرهت ضربي حظك. مكرهتش نخطفك. اجي هنايا نبقى ندوي معاك نبقى صافي. لا بغيت نخطفك تكوني بنتي. لا واجي خذ الحليب راه زوين مفيد. علاش كيصلح؟ حليب كيصلح لفقر الدم. كيفتح الشهيه زيد. وكيصلح لبعض الامراض بحال القلب وهذوك. مي بالنسبه للماء ديالهم الماء ديالهم كيصلح للسرطان كيصلح للسكر بيبي. بولا عشيت تبارك الله. شفتوا الاداب. كيصلح للسرطان والشوكان والى اخره. الى اخره. سمعتوا البنات الى اخره. الى اخره هالبنات سمعتوا. كيصلح للشوكان سرطان والسحر والى هذا القبيل. نعم من هذا القبيل. ومن هذا القهبيل اللي انت بزاف تلهرنا. البنات لهربوا لهربوا. حبيتك بغيت حمقتيني صح. البنات هذه هي بنتي ان شاء الله غادي نجي نخطفها ان شاء الله. ان شاء الله خرا ما نمشي ان شاء الله. نعم والو مستيه. يلا قولي لهم باي باي. سلامة. جيو عند البنات الا بغيتو تلقاوها هاهي في طريق لوطوروت. سولوا على هند. زينب. انستغرام ديالك جاست زينب زيرو. Ha ha.